يقول إذا صليت العشاء أداوم على قراءة آيات معينة، ففي الركعة الأولى أقرأ بآخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية أقرأ بآخر سورة الحشر جهرا. ما هو توجيهكم؟ المداومة على سورة معينة أو على آيات معينة غير مرغوب فيه، إلا إذا كان لا يحسن من القرآن إلا هذا المحدد من الآيات، إذا كان لا يحسن غيره فإنه يردده، أما إذا كان يحسن غيره فإنه لا ينبغي له أن يداوم على تلاوته، بل ينوع القراءة مما يسر الله له.